أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبد الديم عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال أهل مصر. وقالت عبد الديم إن مشروع أهل مصر هو أحد الأدوات التي اعتمدتها الثقافة المصرية لنشر التنوير واكتشاف المواهب، إلى جانب تعريف الناشئة بتاريخهم المشرق وتثقيف ودعم روح الانتماء بينهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف. ويقام الأسبوع الثقافي بمدينة شرم الشيخ لأطفال قرى أسوان المتضررة من السيول، إلى جانب أطفال المحافظة الحدودية.